كلمة في حق مكرمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عادة ما كي الممثلين كيكونوا معروفين، وفي كثير من الأحيان ما كنسألوش وما كيسولوش الناس هاد الممثلين واش داروا راسهم بنفسهم، وكيهضروا على الأمجاد ديالهم وعلى الخدمة اللي داروا، وكنساو في كثير من الأحيان باللي نطرحوا السؤال شكون هاد الناس اللي كونوهم، شكون اللي عطاهم هاد المبادئ وعلموهم فغيمون هذا الشيء اللي عندهم باش وصلوا. مع الأسف كنكونوا مجحفين في حق هاد الناس، وأنا واحد منهم اللي إلا كان شي واحد عنده الفضل عليا بعد عباس إبراهيم فكيعود الأستاذ جمال الدين تريسي. جمال الدين تريسي اللي تعلمت معاه ربما الأغلبية الأشياء اللي تعلمتها، خاصة سواء كفنان ولا كرجل وكإنسان. جمال الدين تريسي اللي بعد ما جا من روسيا خدم معنا في المحترف الفن المسرحي، مراه أصبح أستاذ بالمعهد العالي في التنشيط المسرحي والتنشيط الثقافي، ثم مدير للمسرح محمود الخامس، ثم مدير للمعهد العالي والتنشيط الثقافي. ولكن ماشي هو هذا المهم، المهم هو أن جمال الدين تريسي اليوم كيحضر بعد وأنا معاه في الكوليس. اليوم ما كانش غادي يحضر لأنه كلشي كيقول له ما كاينش تمشي لأنه حالته الصحية ماشي تال تما، ولكن ما قدرش أنه يخذلكم وما يحضرش معكم. جمال الدين تريسي ما قالش لا نهار اللي عيطت ليه وانا يلاه غندير اول فيلم ديالي، وبزاف كيقولوا الممثلين تاعو ولاو غيديروا الاخراج وهو ما قالهاش. عطاني كاع الاكسبيريونس ديالو وجا خدم معايا في الفيلم وكان رائع، والاروع انه عاود شارك معايا في نوح، ولكن هاد المره بصفه اخرى لانه كان المرض شد فيه، عطانا درس. جمال الدين تريسي شكرا لك، لانه كان مريض والطبيب كيقول له ما تمشيش لانه كان كيدير الشيميو وهرب على الطبيب ديالو ما مشاش دار الحصص ديالو، لانه من بعد الشيميو كنعرفوا ان الانسان كيمرض 4 ايام ولا 5 ايام كيكون تري فاتيغي، ولكن هو مباش يوقف لي التورناج وجا وخدم معنا. جمال الدين تريسي اللي سالا في جوج ديال الصباح وقلت له سير تناس، لانه كنبقى واحد المشهد كنشوفو غير الظل ديالو، ولكن قال لك لا انا غنبقى باش نلعب الظل ديالي. يا لك من رجل عظيم يا جمال، شكرا لك على الثقه اللي درتي فينا وتصفيقات كبيره على جمال. اخيرا حسيت انه كان باغي يشوف الفيلم، وقلت له جمال درت واحد لابتيت صال عندي في الدار واجي نشوف الفيلم ديالي. لا انا بغيت نشوف الفيلم في طنجه بما انه تختار، بغيت نشوفه مع البوبليك سي اكسترا اوردينير. واخا المرض ليه بالمرصاد، انا كنقول له جمال الدين تريسي tu es le plus fort وان شاء الله غادي تبرا، وانا موجد لك سيناريو ان شاء الله، واكيد اكيد غادي نلعبوه قريبا ان شاء الله، لانه هذه جوج سيمانات جلسنا كنشربوا قهوه وقال لي انا ما بغيتش نبرا على شي حاجه، بغيت نبرا فقط باش نمثل. شكرا جمال.